الله الرحمن الرحيم. انا طلبتهم في بوضوح الحقيقه، انا عاوز اتكلم عن موضوع علاقات الرئاسه مع الشباب، وطبعا الحوار ده حاجه مهمه، ويا ريت نحاول مع بعض ونسمع بعض. مش عاجبني في الحكايه الناس الشباب، وبدأت في نوع من التمييز حتى الكتب، ما ينفعش يبقى في تصنيف بين شباب 25 يناير وشباب 30 يونيو زي ما بيحصل دلوقتي. دول نزلوا علشان مصر، دول عملوا كده، يبقى مفروض اننا نجمع بينهم، وكفايه بقى فرقه. البلد مش هينوبها غير الشباب، ومش هيبنيها غير الشباب، ان هم يكونوا صف واحد، مش صفين ولا ثلاثه ولا عشره. ومش عاوزين بقى الحوارات تبقى مجرد مكلمه، يعني كلام في كلام. الشباب ده هو العمود الفقري لمصر. كل الشباب المصري وطني ومحب لبلده. الله يخليكوا الا شباب، لان ده معناه اللعب بالنار والبلد مش ناصر. تاني، اي حاجه ضد الاستقرار اللي احنا بندعي انه يتحقق ايا من كان الرئيس القادم. بمناسبه مشروع التخرج اللي عرضناه اول امبارح، عاوز اكد ان هذا المشروع الجميل من انتاج كليه الاعلام بجامعه فاروس بالاسكندريه، واللي عملوا مشروع هم الطلبه عصام حماد واحمد علاء وآلاء شريدح ورنا الجهري، تحت اشراف الاستاذ الدكتور فوزي عبد الغني عميد كليه اعلام جامعه فاروس بالاسكندريه، والدكتوره رجاء الغمراوي والاستاذ هاني الخطيب. ودول طلبه محترمين متميزين. انا بدعو كل طلبه الاعلام في مصر ان هم يمشوا على نهج هؤلاء الطلبه ويهتموا بالمشاريع المجتمعيه. لكن بقى اللي نسبوا لنفسهم المشروع وقالوا ان هم اصحابه من جامعه مصر، جامعتهم اتخذت ضدهم الاجراءات القانونيه اللازمه، ولذلك لازم التوضيح. فاصل وهنرجع عشان نستقبل ضيف اختفى تماما لفتره طويله، وان الاوان ان يظهر اليوم عشان نعرف منه اسباب واسرار اختفائه. وبعد الفاصل الاستاذ الدكتور عمرو حمزاوي في حوار بوضوح. باحث وكاتب واستاذ للعلوم السياسية بجامعة القاهرة، شغل منصب كبير الباحثين لدراسات الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. وبعد ثورة 25 من يناير ظهر اسم حمزاوي بقوة في الساحة السياسية، ساهم في تأسيس حزب مصر الحرية، وعرض عليه تولي حقيبة وزارية في حكومتي الدكتور أحمد شفيق وعصام شرف، لكنه رفض وفاز بمقعد في البرلمان الذي سيطر عليه تيار الإسلام السياسي، وواجه اتهامات آنذاك بأن مواقفه محيرة، طارة ضد الإخوان وطارة أخرى معهم. ولكن كان دائما عمرو حمزاوي محسوبا على التيار الليبرالي، وانحاز لكافة مواقف التيار في زمن حكم الإخوان، بدءا من رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي في نوفمبر 2012، ومرورا برفض دستور 2012 وحتى الدعوة إلى التمرد في 30 من يونيو الماضي. وبسبب تلك المواقف شن تيار الإسلام السياسي أكبر حملة تشويه على حمزاوي، طالت معتقداته الدينية، واتهمه البعض بالعمالة لإسرائيل تارة والعمالة لأمريكا مرة أخرى، كما زعم البعض وجود وثائق أمريكية تقول أن حمزاوي ضمن الطابور الخامس. ثم فجر عمرو حمزاوي مفاجأة صدمت الكثيرين من التيار المدني حينما اعترض على خريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 من يوليو، ثم وصف 30 من يونيو بالانقلاب على خلاف مواقف أغلب القوى السياسية التي كان شريكا معها في كافة الفعاليات منذ ثورة 25 من يناير. شن حمزاوي هجوما متكررا على حكام المرحلة الانتقالية من خلال مقالاته بجريدتي الوطن والشروق، بينما غاب لفترة عن الظهور التلفزيوني وسط شائعات وأقاويل عن هروبه خارج مصر، وخصوصا بعد تقديمه للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء، رغم نفيه الدائم لفكرة الهروب من الوطن
إلا أن البعض يعتبره هاربا من المواجهة. ضيفنا النهاردة سياسي أكاديمي مثير للجدل، مواقفه متغيرة، البعض بيعتبرها ربما تكون متحولة، حرض على ثورة 30 يونيو ثم وصفها بالانقلاب العسكري، يطالب باحترام إرادة الشعب ثم يصف دستور 2013 الذي وافق عليه الشعب بنسبة 98% بالدستور القمعي، خصومه السياسيين يرونه طابور خامس وخلايا نائمة، ورد هو على خصومه قائلا: تريدون مني إما النفاق إما الصمت ولن تحصلوا على أيهما ما دمت حيا. النهاردة مش هنفرض على ضيفنا الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية النفاق، ولن نطلب منه الصمت، فقط نريد إجابات على أسئلة سنطرحها هنا من وجهة نظر معارضي حمزاوي. مساء الخير دكتور عمرو، شرفنا. أشكرك على الدعم. بوضوح كده أنت مختفي فين؟ شكرا. فرصة في الحقيقة أكتر من مناسبة لتوضيح أسباب عدم الظهور خلال الفترة الماضية، عدم الظهور تلفزيونيا، لأن في الحقيقة ما اختفتش، أنا بكتب كل يوم كما أشار التقرير في جريدة الوطن لفترة بعد 30 يونيو وبعد 3/7 ثم في جريدة الشروق ابتداء من نهاية 7 نهاية شهر يوليو 2013 وإلى الآن أنا ما اختفتش، لم أغادر مصر إلا في مهمات علمية، في مهمات أكاديمية أو في مهمات أسرية، لأن زي ما أنت عارف وعدد من الأصدقاء يعرف أنا ليا ابنين ربنا يخليهم لؤي ونوح عايشين في برلين، بروح أزورهم وكنت بتمكن من زيارتهم قبل صدور قرار منع السفر من جانب قاضي التحقيق في القضية المعروفة باسم إهانة القضاء. أنا موجود في مصر، لم أختفي، بكتب، بدرس في الجامعة، درست في الجامعة، وأبدا ما فكرتش في ولا ثانية إن أهرب، ولا فكرت في ولا ثانية إن أبعد عن بلدي، ولو كان صدر قرار قاضي التحقيقات في قضية إهانة القضاء والمنسوب لي بها للتوضيح، ومع الاحترام الكامل لضرورة عدم التعليق على أي أمر منظور أمام القضاء، المنسوب لي بها هو تغريدة كتبتها في شهر يونيو 2013، لو كان صدر قرار المنع من السفر او الدعوه للمسؤول امام الجهات القضائيه وانا خارج مصر كنت رجعت ثاني يوم على طول. انا مانيش واحد مستعد ان هو يعيش بلد يعيش عمره بعيد عن بلده، ولا ان هو يقتلع من جذوره، بلدي هي بلدي وانا موجود فيها وان شاء الله مش همشي منها. انا صاحب راي، مانيش شايف مواقفي متحوله ولا متغيره، بل بالعكس شايف ان انا بدافع عن مبدا، والمبدا ده بيخليك تقعد في كتير قوي من اللحظات بين كراسي مختلفه وتخلي اللي معاك يقلبوا عليك بعد فتره، واللي كانوا ضدك يشوفوا فيك يمكن حاجات كويسه، ده طبيعي وعادي في السياسه، انا مش زعلان. بس مش غريب ان اللي كانوا معاك وكانوا مؤيدين ليك شايفينك النهارده طابور خامس؟ شوف الكلام عن طابور خامس وعن خلايا نائمه وعن عماله وعن تخوين وعن تشويه، الكلام ده بقى كلام في الحقيقه مش بس غير مقبول، هو كلام مبتذل. خلينا نكون صريح معاك جدا وواضح، لان انت بتقول لي انت انا مش عايز منك نفاق ومش عايز منك صمت، لا الكلام ده كلام مبتذل لسبب، انا صاحب راي، اللي بيحب يعترض على رايي يعترض عليه بنقاش. لا يمكن ان احنا نحول مصر لدوله ومجتمع الراي الواحد والصوت الواحد والموقف الواحد، واي حاجه بره الراي الواحد والموقف الواحد والصوت الواحد تبقى لا الحق ده واخد فلوس من بره. لا انا ابدا في حياتي لم اعمل الا في مؤسسات اكاديميه، ومؤسسات اكاديميه معروفه بما في ذلك مؤسسه كارنيجي الامريكيه، وهي وقفيه باسمها اندومنت، وقفيه مستقله. لم اقبل في حياتي لا تمويل اجنبي لا لاعمال بحثيه ولا لغير اعمال بحثيه. عملت في جامعه القاهره منذ ان تخرجت منها، ما زلت في جامعه القاهره اعمل بالجامعه الامريكيه، نشاطي السياسي معروف، ليا تاريخ اكاديمي وتاريخ سياسي معروف. لا يمكن ابدا ان يكون ثمن الاختلاف في الراي هو التخوين بصيغه الطابور الخامس، وهي صيغه في نهايه الامر كمان للصراحه والوضوح صيغه مستمده من سياق فاشل اللي هو كان الحرب الاهليه في اسبانيا في الجزء الاول من القرن العشرين من القرن الماضي. وفي الاغلب اللي بيستخدموا المفهوم هم مش عارفين خلفياته ايه، لكن اي ما كان الامر، لا انا مصري وبحب بلدي وبدور على رفعه بلدي ومخلص لبلدي ومانيش ناوي ان انا امشي. لكن من وصفك بالطابور الخامس وصفك ايضا انك خلايا اخوانيه دائمه، لانك يعني سرت في نفس الموقف الذي اتخذته جماعه الاخوان المسلمين عندما رات ان ما حدث في 30 يونيو انقلاب وليس خليني اميز هنا بين جزئين. 30 يونيو انا شاركت
كما شاركت جموع واسع من الشعب المصري. انا كنت واحد من اوائل الذين دعوا الى انتخابات رئاسيه مبكره في عام رئاسه الدكتور محمد مرسي وهو كان الرئيس المنتخب. لماذا؟ لان حدثت انتهاكات حقوق الانسان، حدث خروج عن الشرعيه القانونيه باعلان الاستبداد الرئاسي اللي هو الاعلان المنكوب في نوفمبر 2012، وحدث خروج عن مقتضيات الدولة والحفاظ على التماسك والتوافق بثنائية الإدارة الرسمية، الرئاسة الإدارة غير الرسمية غير المعلنة اللي هي المؤطمة اللي هي جماعة الإخوان اللي هي مكتب الإرشاد. وأنا لي كتابات مسجلة ومواقف مسجلة قبل 30 يونيو تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة كإجراء ديمقراطي لفقدان رئيس المنتخب الشرعي، وشاركت في 30 يونيو. ما اعترضت عليه هو أن الإجراء الديمقراطي لم يكتمل في 3/7، لم تتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن تم في قراءتي تعطيل للإجراءات الديمقراطية. هذا هو ما اعترضت عليه، لكن شاركت في 30 يونيو واعترضت على 3/7 بغض النظر عن اختلافك أو اتفاقك معي، عن اختلاف السيدات والسادة اللي بيشاهدون لكن الآن. لكن في ذلك الوقت الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي هو الذي رفض إجراء انتخابات رئاسية. وأنا قلت مرة أخرى، أنت أمام افتراض من وجهة افتراض. بعض قال بالفعل هو رفض، وأنا قلت أن كان لابد أن تعطى فرصة لاستكمال الإجراء الديمقراطي خوفا من عواقب الإتعاب عن الإجراءات الديمقراطية. بس أي كان الأمر، وانا بقول ان انا مع 30 يونيو ومع انتخابات رئاسيه مبكره كاجراء ديمقراطي، وانا برفض ما حدث في 3/7. انا بمارس حقي كمواطن مصري في التعبير عن الراي، وبقبل الاختلاف معايا، وبقبل الراي الاخر، وبقبل ان تسير الامور في اتجاه اخر، ولا اعترض عليها الا بصوره سلميه وبصوره تنتصب للمصلحه الوطنيه وبصوره ما بتحطش اي علامات استفهام على الثوابت اللي منها الادانه الكامله للارهاب والعنف، اللي منها الادانه الكامله لأي انفتاح أو أي إعادة دمج في الحياة السياسية لكل من تورط في عنف ولا إرهاب ولا تحريض على الإرهاب والعنف. الكلام ده كله مكتوب ومسجل، لكن المشكلة يا عم في التشبيه اللي بيحصل، بتتاخد أنصاف جمل أو بتتاخد أشباه معلومات أو بتتاخد في الحقيقة معلومات فاسدة بتروج لها بعض الجهات للتشويه وللتخويف. 30 يونيو خرج فيها ازاي تقريبا؟ 30 يونيو خرج، انا شاركت في 30 يونيو. المساله ليست لا انا لا. عشان اوصل معاك للنقطه، اذا يعني اذا كنت ترى ان هناك الملايين خرجوا في 30 يونيو، فكيف تفسرها لانها انقلاب؟ لم اقول هذا، لا هذه قراءه مغلوطه. انا اسف ان انا اقول لك كده، بس في فرق بين 30 يونيو التي شاركت بها ودعيت اليها وتحدثت عن انتخابات الرئاسيه المبكره وشاركت بها بالخروج الى الشارع مع الكثير من المصريات والمصريين، وبين 3/7 التي اعترضت عليها. في فرق بين التاريخين، لكن اي مكان الامر 30 يونيو ممارسة شعبية ديمقراطية، شعب يعبر عن رأي بوضوح فيما أسميته استفتاء الميادين لتغيير رئيس منتخب بآلية ديمقراطية لانتخابات رئاسية مبكرة. الناس خرجت في 30 يونيو لتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة. بالمناسبة ما خرجتش عشان نوقف الإجراءات الديمقراطية، ما خرجتش عشان ترجع ممارسات الدولة الأمنية، ما خرجتش عشان ترجع انتهاكات حقوق الإنسان، ما خرجتش طبعا عشان ترجع ممارسات صعبة جدا تحدث الآن في ملف واسع مهم لازم ندور على تفاصيله ونعالجه في النقاش العام، هو ملف المعتقلين وما يحدث داخل السجون المصرية. الناس ما خرجتش ده، الناس خرجت لتغيير رئيس فقد الشرعية الأخلاقية والشرعية السياسية. يعني ايه السيناريو اللي انت كنت تفترض انه يحدث بعد 30 كما يونيو؟ سجلت قبل 30 يونيو وكان كلامي واضح ومقالاتي موجودة، وأرجو جميعا هو يعود إلى ما كتبت عشان أي واحد. قولي أنا عايز أسمع منك. ما أقول لك السيناريو اللي مطروح كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والسيناريو هذا كان بيفترض من الذي كان سيجري الانتخابات الرئاسية المبكرة؟ الضغط الشعبي كان ينبغي أن ينجح في الدفع باتجاه انتخابات رئاسية مبكرة. 30 يونيو أنا معه بالكامل في هذا الإطار الديمقراطي كإجراء ديمقراطي. 3/7 اعتراض على الخروج عن الإجراءات الديمقراطية، ومع ذلك سجلت أيضا كتابة وأعيد تذكرة الناس بهذا. أي مكان الأمر، أنا همي وهدفي هو بناء مصر الديمقراطية. الناس خرجت في 25 يناير 2011 لأنها كان عندها أهداف نبيلة، أحلام نبيلة لمصر. والتشويه اللي بيحصل لكل واحد شارك في 25 يناير مسألة غير مقبولة وسخيفة ومبتذلة، وعيب أن يشوه شباب من أنقى شباب مصر خرج عشان بيحلم ببلد عادلة وديمقراطية وفيها سيادة قانون ويرفع عنها الظلم، ومجتمع متوازن وعدالة اجتماعية وكرامة للفقراء وللأغنياء دون تمييز، ومجتمع متسامح بيقبل الناس في بعضهم البعض. التشويه التخوين مبتذل، زي ما أنا لا يمكن أتجاهل حقيقة أن 30 يونيو خرج ملايين. بس البعض قال أن إذا تأخر الجيش عن التدخل، البعض قال كان ممكن تحدث حرب أهلية.
مرة أخرى، أنا سجلت موقفي هنا بصورة مبدئية، المشاركة الشعبية ممارسة ديمقراطية. بالمناسبة أي حديث عن ديمقراطية يا عمرو له مضمون أو له مغزى، لا يمكن أن هو ينسى الناس. في ناس خرجت، كلنا شفنا، وأنا شاركت في 30 يونيو. المسألة أنك أنت هذه المشاركة أنا كنت أفضل أن يترتب عليها تمسك بالإجراء الديمقراطي بالتركيز على انتخابات رئاسية مبكرة للتخلص بإرادة شعبية من رئيس جاء عبر صندوق الانتخابات لكن لم يحترم لا الشرعية القانونية ولا السياسية ولا الأخلاقية، وسال دماء المصريين والمصريات أمام قصره، أمام قصر الاتحادية وهو بداخله. بعد 3/7 مع هذا الاختلاف، لا يمكن أن تتحول مصر إلى دولة أو إلى مجتمع الرأي الواحد مهما كان الاختلاف، طالما نحن نتحاور جميعا داخل مساحة معروفة هي مساحة الالتزام بالمصالح الوطنية، الالتزام بالثوابت الوطنية، والثوابت الوطنية هي الأمل في مصر العادلة، الأمل في مصر الديمقراطية. كمل لي السيناريو، كان ممكن يحصل إيه؟ أنت كان عندك المشهد، كان مشهد واضح، مشهد مرتبك شوية. أنا المشهد المرتبك هذا أنا تحدثت عنه الآن وعن تقييمي له أنا ذاك بوضوح شديد. أما العودة لإيه اللي كان ممكن يحصل مرة أخرى، الناس بتقول ما هو ما كانش هيرضى بانتخابات رئاسية مبكرة. أنا بطرح فرضية إن كان تفضيلي أن نتمسك بالإجراء الديمقراطي إلى النهاية ونضغط باتجاه انتخابات رئاسية مبكرة، لكن حصل اللي حصل في 3/7. وأنا ما كانش ممكن كواحد ملتزم بمصلحة هذا البلد إن أنا أقف محلك سر، فطورت الأفكار في إطار التحذير من خطورة إعادة إنتاج الدولة الأمنية. إن 3/7 و30 يونيو حدث بهدف ديمقراطي معلن، هو الوصول بمصر إلى بر الأمان، حماية الاستقرار، حماية الأمن، حماية السلم الأهلي اللي بتاعته عن شبح الحرب الأهلية، ده الكلام اللي انت كنت لسه بتقوله واللي انا موافق عليه، وكمان الدفع باتجاه تطور ديمقراطي. ما كانش ممكن ان انا اقف في 3/7 محلك سر، فقلت خلينا نتحرك لقدام. طيب التحرك لقدام كان فيه تنبيه وتحذير من خطوره اعاده انتاج ممارسات الدوله الامنيه اللي من بينها على فكره التخوين والتشويه وكلام الطابور الخامس والخلايا الاخوانيه، ما هو الكلام مش بس لا اساس له من الصحه، لكن انا لازم اترفع في الحقيقه عن ان انا ارد على الكلام ده، ما هو انا مش موجود عشان بدل ما اكتب مقالاتي اطرح افكار على الناس اقعد ارد على كتاب او على اصوات في الحقيقه لا يلتفت الى كتاباتهم الكثير من الناس، وانا في جميع يعني الاحوال ترفض من يطلق عليك انك خلايا اخوانيه نائمه لمجرد انك تتفق في الراي مع جماعه الاخوان المسلمين ان ما حدث في 30 يونيو انقلاب. مره ثانيه انت مصر على المعلومه الخاطئه، انا اسف ان انا اقول لك كده. انا اتحدث عن 3/7 ومانيش عارف دلوقتي ايه مساحه الاتفاق. خليني اعدلها لك 3/7. ايه مساحه الاتفاق؟ المساله مش هنا. انا قعدت من 2011 الى 2013 في صراع مباشر بالمعنى السياسي مع افكار اليمين الديني، سواء جماعه الاخوان او الاحزاب السلفيه اللي هي تحالفت الاول مع جماعه الاخوان ثم انقلبت على هذا التحالف بعد 30 يونيو بعد 3/7. انا من 2011 الى 2013 في صراع سياسي بالمعنى السلمي داخل البرلمان، قبل البرلمان، بعد البرلمان، والمواقف كما اشار التقرير اللي انتوا قدمتوه واضحه مسجله، لكن الناس في محاوله تغيب وعيها، وانا اعتقد الناس في مصر اذكى من هذا بكثير. المواقف مسجله، لما ترفض ممارسات استبداديه، لما تقارن ما بين الرئيس المنتخب وتقول ان والله ده كان فيه أكثر من ديكتاتور جاء عبر صندوق الانتخابات، وتتكلم عن تجارب قاسية في الفاشيات الأوروبية أو فاشيات أمريكا الاثنية أو غيره أو غيره، لما تقول إن إعلان الاستبداد، إعلان ما سمي بالإعلان السوري كان إعلان الاستبداد الرئاسي، وتقول مفيش حاجة اسمها استبداد مؤقت واستنوني شوية، وتسجل جميع المواقف الرافضة، لأن بدل الإدارة الرسمية اللي هي رئيس الجمهورية اللي منتخب، نعرف إن أحوال بلدنا بتدور من مكان تاني، له منتخب ولا حد يعرف عنه حاجة، وتعارض كل ذلك، بعدين تقول لك أنت خلايا إخوانية نائمة، يبقى أنت دورك هنا إيه؟ لو انا هنزل الى هذا المستوى من الحرب انا مش عايز مصلحه البلد. طيب خليني ارجع معاك ل 25 يناير. خليني اتحرك لقدام. 25 يناير 2011 الاراده الشعبيه خرجت لاسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، دعمها الجيش فتحولت ونجحت. في 30 يونيو خرجت الاراده الشعبيه دعمها الجيش، فلماذا تقول 25 انها ثوره وتقول على 3/7 انه انقلاب؟ في الحالتين من 25 يناير الى 11 فبراير وفي 30 يونيو انت امام حراك شعبي له هدف ديمقراطي معلن. في الحاله الاولى في 2011 هو التخلص من نظام غابت عنه الديمقراطيه وغابت عنه الشرعيه ايضا بالمعنى الانتخابي، بمعنى صندوق انتخابات نزيه،
وأذكرك وأذكر الجميع بأن الانتخابات الأخيرة للنظام الأسبق انتخابات 2010 البرلمانية كانت ربما الانتخابات الأسوأ في تاريخ مصر من حيث ارتفاع معدلات التزوير والتلاعب بإرادة الناخبات والناخبين ومحدودية المشاركة. في 11 فبراير بعد 18 يوم من الثورة الشعبية ومن مشاركة قطاعات واسعة، بدأ الشباب ثم انضمت قطاعات كثيرة أخرى من المصريات والمصريين، تم إحنا ليلة تنحي الرئيس الأسبق مبارك، تم التنحي وأوكل المجلس العسكري بمهمة الإدارة الانتقالية للتأسيس لمؤسسات النظام الجديد اللي هي البرلمان المنتخب والرئيس المنتخب وحضور الدستور الجديد. بس الجيش والحسن الموضوع في المرتين، هنا إرادة شعبية. في الحالة الثانية 30 يونيو كنت أتمنى أن يكون الحسم بصيغة انتخابات رئاسية مبكرة. لماذا؟ لأن الرئيس في 30 يونيو كان له شرعية قادمة من صندوق انتخابات في حدود معلوماتنا وقتها، أنه صندوق انتخابات نزيه، بقول مرة تانية عشان الجملة تبقى واضحة، في حدود معلوماتنا وقتها. لكن في الحالتين أنا ما كانتش مشكلتي هي عند الوقوف عند التاريخ. في 11 فبراير 2011 اللي ذكراه الثالثة هتبدأ بعد يعني دقائق أو ربما يعني أقل من ساعتين، في 11 فبراير 2011 كان الهدف هو بناء الدولة الديمقراطية عمرو، وبدأ مسار بالنسبة لي معارضة المقترح من جانب المجلس العسكري والجهة التي تحالفت معه أنا ذاك، وهي كانت جماعة الإخوان. تعديلات دستورية كان تفضيلي أن احنا نبدأ مباشرة بكتابة دستور جديد. في ترتيب الجدول الزمني كنا نتحدث عن انتخابات برلمانية، وكان غايب موعد الانتخابات الرئاسية، كان في ضغط شعبي وأنا كنت أشارك بهذا الضغط الشعبي لتحديد موعد لانتخاب الرئيس المدني الأول لمصر. فالمسألة بعد 11 فبراير 2011 كانت المسار الذي سنذهب به، وأنا أعتقد أن حدثت أخطاء كلفتنا الكثير. وبعد 3/7 كان برضو مسألة المسار. مسار بمعنى إيه؟ بمعنى الأهمية القصوى للابتعاد عن إعادة إنتاج دولة أمنية، الأهمية القصوى للابتعاد عن التضحية بحقوق الإنسان وبضمانات الحريات، والأهمية القصوى للاعتراف بأن احنا في مواجهة فعلا مع عنف ومع مجموعات إرهابية لابد أن تواجهها، بس لابد من الموازنة بين الحلول الأمنية وحلول أمنية بضمانات حقوق الإنسان وبين حلول سياسية واقتصادية واجتماعية. وما بقولش حلول سياسية بمعنى هات الناس دول اللي هم بيحملوا السلاح والعنف وغيره عشان يشارك. الحلول السياسية فشلت أم نجحت؟ لا، ما أنا هقول لك التوازن هو اللي غايب، مسألة مش كده. ما فيش حاجة في المجتمعات. ومرة تانية أنا عيني لقدام يا عمرو، أنا مش عايز أقف محلك سر، إن أنا عايز إن إحنا كلنا نتحرك لقدام. وأنت كنت بتقول في مقدمتك الشباب، وخلينا ما نلعبش بالنار، في حاجات كتيرة المفروض ما يتعبش بيها بالنار في مصر، منها إن أنا ما أفهمش الحلول الأمنية باعتبارها إنها حلول أمنية بعيدة عن ضمانات حقوق الإنسان. أنت شايف الصدام بين شروخ 25 و30 إزاي؟ لا لا لا، مسألة مفتعلة ولابد من التخلص منها وملهاش لازمة وما بيجيبش حاجة مفيدة. أنا عايز أقول لك عشان الناس تسمع بصورة واضحة. موقفي الدائم والثابت هو الإدانة القاطعة للإرهاب أو لأي أعمال عنف، الإدانة القاطعة لأي تورط في التحريض ولا في الممارسة ولا في التموين. ولم أتحدث أبدا في أي لحظة من اللحظات عن انفتاح ولا مصالحة ولا دمج لمجموعات إرهابية ولا مجموعات عنيفة. لا، الحلول الأمنية تجدي، بس حلول الأمنية بضمانات حقوق إنسان، واللي يجدي على مستوى المجتمع ككل هو أن أنا وأنا بواجه هذه الأخطار التي ينبغي أن تدان. ومفيش حد فينا نفسه يعيش في بلد يصحى فيها صبح مواش عارف إذا كان هيرجع بيته ولا لا، ولا في حد فينا نفسه يصحى صبح على صوت دوي تفجير. بالنسبة لي وأنا أحد سكان منطقة الدقي أو نادي الصيد الآن، أسمع دوي تفجير مديرية أمن القاهرة، ولا أسمع عن جنود يستشهدون، ولا عساكر شرطة أو جيش يستشهدون، ولا عن مواطنين كمان يعذبون. أنا مش عايز أعيش في بلد طبيعي، أنا نفسي أعيش في بلد نبص فيها لبعضنا البعض وإحنا عندنا ثقة وتفاؤل بالمستقبل، مش بلد خايفة، مش بلد قافلة على نفسها. فحلول أمنية بضمانات حقوق إنسان وتوازن بينها وبين الحل السياسي والاقتصادي. هل أنت تهاجم 30 يونيو في محاضراتك التي تقوم بإلقائها خارج مصر؟ أنا أشكر، هو كويس أنت بتلففني على كل الحاجات اللي اتقالت الفترة اللي فاتت، لأن ما ردتش غير في الكتابة. أنت لسه هتلف. لا لا لا، لسه معاك أوي. لا لا، لسه معاك أوي أوي. بص يا عمرو، بعد ما أكدت على حقيقة إن أنا ما فيش ولا ثانية، لا من 3/7/2013 ولا من قبله ولا بعده إن شاء الله، فكرت إن أنا أغير محل إقامتي، وأنا ما كنتش ممنوع من السفر طول الوقت. المسألة دي بدأت منذ أسابيع قليلة، كنت بروح وبرجع سواء لأسباب أسرية أو لأسباب أكاديمية. أنا ما فكرتش ولا ثانية إن أنا أعيش بعيد عن مصر، وأنا مانيش واحد بيهرب،
لا انا واحد بيواجه ويواجه بادوات مختلفه في المساحات المختلفه. لما ابعد عن الاعلام شويه لاسباب كتيره منها عدم ارتياحي للجو العام او للنقاش العام الناس تفهم ده، ده ما هوش هروب من المواجهه، لا ده هو اختيار لمساحه المواجهه اللي انا كنت مخليها في الفتره اللي فاتت المقالات الصحفيه والكتابات المستمره اللي هي ما انقطعتش. انت كتبت على تويتر قلت ان المساحه الاعلاميه الممنوحه لي قد ضاقت بشده، بمعنى هل كان هناك تعليمات امنيه بعدم ظهورك مثلا في الاعلام؟ بص انا لا اعلم لان لو هناك تعليمات امنيه هي لم تاتي لي، يعني انا اعرفها منين؟ انا لا عضو في مجلس اداره قناه ولا عضو في هيئه تحرير جريده. اللي انا اعرفه هو ان مقالاتي استمرت، وانا اشكر سواء جريده الوطن على الفتره اللي تعاوننا فيها مع بعض، لما انتقلت للشروق اشكر اسره جريده الشروق على اتاحه المساحه لي، والمساحه ما زالت مستمره. اعلم ان في ممارسات طالت زملاء واصدقاء بلال فضل على سبيل المثال، هي مسائل بالنسبه لي ارفضها. انا كتبت عن ده بصراحه في نفس الجريده في الشروق، اللي هي رفض مساله الحذف والحظر والمنع ومقص رقيب. ما احناش حرام نرجع بمصر نلففها بقى، مصر الدوله والمجتمع اللي احنا بندور عليهم، مصر الجديده اللي احنا نفسنا نبنيها، اللي فيها عدل، اللي فيها ترفع عن الظلم، اللي فيها حمايه للحريات وحريه التعبير، نلففها اللفه دي ونرجعها لفتره كانت صعبه قوي قبل كده وتوقعنا ان احنا نكون عدناها. فانا ما اعرفش عن حاجه عن التعليمات الامنيه، لكن كان اللي كتبته على تويتر وقتها كان على اساس انا عمري كان علاقتي بالاعلام هي ان زملاء ليك واصدقاء لي او يعني ساده من مقدمي البرامج بيتصلوا لدعوتي للحضور. لما غابت الدعوه سجلت هذا، لما بدا في تشويه وتخوين منظم بشائعات وبإفك المبتذل طابور خامس وخلايا اخوانيه نائمه وغيره وغيره وغيره، قلت لا، المساحه الاعلاميه تضيق، بمعنى ان في صوت واحد، في صوت واحد بيتصدر للناس. خليني اقول لك كلنا دلوقتي علينا ان احنا نعيد التفكير في مدى اهميه واولويه ان احنا يكون عندنا اكتر من صوت. الصوت الواحد مش هيفيد مصر، والاجتهاد في الاراء والاختلاف المتحضر السلمي بدون ابتذال وبدون تشويه وتخوين وبدون كل ما اختلف معاك، يا اما كنت بتكفرني زمان وبتقول زي ما انت قلت في مقدمتك يشككوا في معتقداته الدينيه، دلوقتي بدل تشكيك في معتقدات دينيه بقى تخوين ونزعه وطنيه، لا انا مصري وموجود في هذه البلد وادافع بكل الادوات السلميه الممكنه عن رفعتها. فانا ما اعرفش التعليمات الامنيه، لكن اي مكان الحال انا سعيد بوجودي معاك. قول انت فعلا رفعت شعار رابعه في احد محاضراتك في المانيا؟ لا لا لا، انا يعني الاول هنا لازم اشكر بسمه، لان لما الصوره، لان انا دخلت في الحاجات دي كتير، يعني انا كنت بفطر اول يوم رمضان في بيتنا، فقالوا ده بيفطر في رابعه وانا بفطر في بيتنا، وكان معانا بنتنا ناديه. ف تمام، كتبت على تويتر، بس كالعاده الاشاعه انتشارها اسرع واكبر واوسع بكتير من تجذيبها. بعدها طلعت الصوره بتاعه ده عمل علامه رابعه في معرفش ايه في محاضره في جامعه المانيا. لا، الصوره دي انت عارف انا بتكلم دايما في نقط، ومشهور عني ان انا بتكلم في اربع نقط. دلوقتي بقيت اقول واحد اثنين ثلاثه اربعه وايديا الاثنين تحت، ما اقدرش اطلعهم هم الاثنين فوق عشان ما فيش حاجه تتاكل. عموما بس ما شفت ان الصوره اللي موجوده ودي كانت لايدي الشمال ما فيهاش الدبله، فده يخليني اقول الصوره دي صوره قديمه، وده اثبتته المواقع الكتيره اللي هي بتتحرى دقه الصور. يعني تم جايز تكون قاعده دبله هناك؟ لا 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 انا بقلعش، لا ده يبقى عيب. لا 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 عيب. زي خليني اقول لك برضه حاجه عشان نهدي الحوار شويه. لما ابتدى المساله اللي هي مرفوضه في الحياه بمعنى قانوني ومرفوضه بمعنى اخلاقي، اللي هي تسريبات لهذا او لذاك، فانا كنت بهزر وقتها بس، قلت لها بصي انا في الحياه اعترفت لك بكل حاجه. احنا بدأنا نعرف بعض في مارس 2011. اي حاجة قبل مارس 2011 ملكيش دعوة بيها. اي حاجة بعد مارس 2011 قبل ما اطلع فاصل هسألك سؤال فكر فيه. هل توافق على ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهورية؟ فكر كده على مهلك، وبعد الفاصل ناخد اجابة من الدكتور عمرو حمزاوي. تابعونا بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في بوضوح مع دكتور عمرو حمزاوي. مين يرون المشير السيسي بطل عمرك؟ يرونه قائلا انت كيف ترى المشير عبد الفتاح السيسي؟ انا احترم الاراء الشعبيه، واحترم حقيقه هناك تأييد شعبي كبير للمشير عبد الفتاح السيسي. بجانب هذا قلت لك احترام الاراده الشعبيه، وفي الحقيقه هنا في تصرف المواقف يا عمرو مع مجمل مواقفي خلال الفترة الماضية. كل مرة دعت الإرادة الشعبية إلى شيء أنا قبلت الدعوة، شاركت بها أحيانا، لم أشارك بها في أحيان أخرى،
وكان اختلافي كما في حالة النقلة من 30 يونيو إلى 3/7 هو اختلاف في التمسك بالإجراء الديمقراطي. أنا كنت مع مشروع نركز في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وده اللي احنا كنا متفقين عليه، ده اللي الناس والملايين خرجوا للدعوة وللمطالبة دي. في مسألة الترشح للرئاسة هنا مع الاعتراف بالإرادة الشعبية ومع الاعتراف بحقيقة وجود تأييد شعبي، ما فيش واحد غير يعني ما هوش عارف الدنيا يقدر ينكره. خليني أقول لك كذا حاجة. أنا كعمر حمزاوي تفضيلي أن نكون مع رئيس مدني. أنا عارف أن كلمة رئيس مدني بقى ليها صدى عند ناس كتير ما هوش كويس بعد خبرة الدكتور محمد مرسي، وبعد إخفاق، خليني أقول لك بصراحة كلنا نتحمل المسؤولية، وأنا بستثنيش نفسي، إخفاق النخب المدنية في مساحات كتيرة جدا خلال الفترة الممتدة من 11 فبراير 2011 اللي هو ذكرى الثالثة بكرة لغاية النهاردة، في إن هم يعملوا خريطة طريق حقيقية للتغيير، في إن هم يضغطوا في مجلس الشعب مثلا ان احنا نطلع تشريعات اقتصاديه واجتماعيه لمصلحه الناس. خلي بالك انا وانا برجع اعيد قراءه الاوراق، احنا قعدنا 6 أشهر ما طلعناش ولا تشريع واحد له فايده بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي، رغم الاصداء بتاعه كلمه الرئيس المدني اللي مش كويسه. انا ما زال هذا هو تفضيلي. ليه؟ لان انا شايف ان هنا في مفتاح للتحول الديمقراطي في مصر. النقطه الثانيه، بغض النظر عن تفضيل عمرو حمزاوي كمواطن مصري يدعو الى هذا، وهو بالمناسبه عشان ما حدش يقول بقى نفس الكلام اللي انا زهقت منه وتعبت، وفي الحقيقه برضو عيب ان هو يتقال، يحترم المؤسسه العسكريه، لا يعترض على مؤسسه عسكريه، ولكن له تحفظات على دورها السياسي. هو يعرف جيش بلده كويس جدا وبيقدره وخدم فيه، لان فيه برضو من ضمن الحاجات مش بس طابور خامس خلايا خلايا، لا 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 انت ايش عرفك يا جيش، انت ما عملتش خدمه عسكريه، لا عملت في سلاح المهندسين 89 ل 90، لا اسف انا بصغر نفسي، من 88 ل 89 في الكتيبه 36 ازاله قنابل، كان مقرها زمان في الهايك ستاب، وليه صداقات ما زالت مستمره مع عدد من الزملاء. ماذا لو غدا صباحا اعلن المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه الى منصب رئيس الجمهوريه، تؤيده ولا لا تؤيده؟ عايز اجابه واضحه. واضحه جدا، تفضيلي هو للرئيس المدني. تؤيده ولا تؤيده؟ لم احسم امري بعد الا في قناعتين. واحد، انا افضل ان يكون الرئيس القادم لمصر هو رئيس مدني، رغم صعوبة الأمر الآن مع الأجزاء السلبية لكلمة الرئيس مدني بعد الخبرة اللي فاتت. أنا أقدر لأهمية تقدم باستقالته من منصبه كمشير وهنا هنا ارتدى ملابس بدنية ورشح نفسه كمدني. طبعا أنا عارف والبعض بيقول طب وفيها إيه ما بيجول، وفيها إيه ما أيزنهاور، وفيها إيه ما حصل قبل كده حصل بعد كده. المشكلة في مصر إن في اختلال في تركيبة مؤسسات الدولة، إن في هيمنة، ودي مش عيب إنها تتقال، وده ما بيقللش من الدور الوطني للمؤسسة العسكرية، في هيمنة للمؤسسة العسكرية والمكون الأمني على الدولة المصرية، وفي ضعف للمؤسسات المدنية. فأنا أخشى من انعكاسات ترشح أحد الأشخاص أحد الشخصيات العسكرية لمنصب الرئاسة على غياب التوازن ما بين المكون العسكري والأمني وبين المكونات المؤسسات المدنية في مصر. أي مكان الأمر أنا بقول قناعتي تفضيلي هو الرئيس المدني. واحد، اثنين، الإرادة الشعبية لابد أن تحترم. ثلاثة، وأنت بتفكر هي المسألة مش في الشخص، ممكن أنا وأنت نختلف والناس تأيد وناس تعارض، لكن المسألة في إيه؟ إن إحنا واحد بالتأكيد عايزين منافسة. أنت عايز الانتخابات الرئاسية تتحول لاستفتاء؟ لا، بالتأكيد مفيش مصري مخلص بيحب بلده غيره عايز يشوف منافسة حقيقية. طب البدائل لازم تكون موجودة، لو كلنا أيدنا مرشح واحد طب البديل مين اللي هيأيده؟ أدي نقطة. النقطة التانية، المهم اللي إحنا ننقل وإحنا بنتكلم عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من حوار الأشخاص ومن الشخصنة إلى حوار الملفات. هي إيه الملفات اللي مطروحة علينا في مصر دلوقتي؟ واحد، أنا عندي ملف مرعب لابد ان احنا نعيد التفكير في اولويته ونديله دفعه حقيقيه، ودي مسؤوليه الرئيس القادم والاغلبيه البرلمانيه القادمه او الممثلين القادمين في البرلمان، هو ملف الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه الصعبه اللي الناس ما بقتش قادره تستحمل اكتر من كده، وجزء من فقدان تقييمك للرئيس هيكون من خلال برنامج انتخابي. زي اي مواطن مصري لابد ان يكون التقييم على اساس ملفات تبقى موجوده في برنامج انتخابي، فيها قضايا اقتصاديه واجتماعيه، فيها قضية العداله الانتقاليه، لان انا بقول لك انا من 3/7 وانا بقول مش عايزين كل ده. انا فاهمه كويس قوي، وانا عارف ان ده كل مرشح يعلنه. السؤال اللي بيطرح نفسه النهارده، فكره ان يخلع المشير السيسي ملابسه العسكريه ويرتدي ملابس مدنيه ويرشح نفسه، تقبل ذلك ام لا تقبله؟ ام تشعر ان انا ايضا في ظل حكم عسكري؟ عايز اجابه واضحه. الاجابه واضحه جدا. مره تاني انت بتحاول تزقني في حته مش هتنفع لسبب بسيط هشرحها لك. انا عايز اجابه واضحه. لا لا الاجابه واضحه. لا لا انا قلت تفضيلي هو الرئيس المدني. انا تفضيلي ان نكون مع رئيس مدني. لماذا؟ لان في اختلال في بنيه الدوله المصريه بين المكون العسكري. السيسي في هذه الحاله يعتبر مدني ام غير مدني؟ بمعنى الخلفيه، ومعنى انه الان في منصب وزاره الدفاع،
خلع البدله لن يغير من العلامات الاستفهام الكثيره التي لابد من يعني التفكير بها حول دور المؤسسه العسكريه وهيكون موقفها على الحياه في مساله السباق الرئاسي ام لا. اي مكان اذا لماذا اعتبرت ان بيان القوات المسلحه والجيش بتفويض المشير السيسي في الترشح للرئاسه تدخل من الجيش في العمليه السياسيه؟ لا انا لم اقل هذا. انا قلت وبالمناسبه انا الامر المشار اليه هو البيان حزب مصر الحريه، والبيان كان بيتحدث بصوره واضحه انه لابد من ضمانات من جانب المؤسسه العسكريه بان لا تتدخل في سباق الانتخابات الرئاسيه. وانا بسال وبصوره واضحه جدا، البيان الذي خرج من المؤسسة العسكرية كان بيان بيتحدث بصيغة إن للفريق للمشير وقتها المشير عبد الفتاح السيسي الحق في أن ينظر للرغبة الشعبية وأن يتعامل معه وفق ما يملي عليه الواجب الوطني والضمير. أنا أعتقد أن هذا الأمر يترك للشخص، يترك للمشير عبد الفتاح السيسي موقفه وقراره وحسم هذا الموقف والقرار، ويترك للمصريات والمصريين التأييد أو التعاطف أو البحث عن مرشح مدني. المسألة مش مسألة إلغائية. ويترك لواحد زي اسمه عمرو حمزاوي يقول يا جماعه احنا في دوله محتاجين ان احنا نعمل توازن بين مؤسساتها المدنيه ومؤسساتها العسكريه والامنيه، وعشان كده تفضيلي انا هو للرئيس المدني. ده مش معناه ان انا بعارض او بناقض الاراده الشعبيه ولا مغمي عيني عنها، موجوده وبحترمها. ولو الصندوق جاء الجيش ان هو يقول رايه حاجه زي كده، لا، الجيش دوره وفقا للدستور له مهام دستوريه لا علاقه لها لا بانتخابات رئاسيه ولا بانتخابات برلمانيه. وترجع يعني الاصوات المختلفه التي تقول غير هذا الى الدستور الوثيقه الدستوريه. ما اجراش انتخابات والراي في القائد بتاعه. انا بقول لك انا يعني الامر يترك للقائد المشير عبد الفتاح السيسي ان يحسم هو موقفه من الترشح، ويترك لكل مواطن مصري وفقا لضميره وقناعاته السياسيه التأييد او تأييد مرشح اخر. المساله في ضمانات، ومن ضمن الضمانات عدم تدخل المؤسسه العسكريه في العمليه السياسيه، وده كان فحوى اعتراضي 3/7. واعيد مره اخرى لوكار نفسهم عشان تعرف ان ده في اتساق ما فيهوش اختلاف ولا تحول في المواقف، ان لا تتدخل المؤسسه العسكريه في السباق الرئاسي. السباق الرئاسي هو علاقه بين المرشح اللي هيرشح نفسه وبين جموع المصريات المصريين اللي هم هينزلوا ويشاركوا في الانتخابات الرئاسيه، ان تكون هناك ضمانات للنزاهه وللمنافسه الحقيقيه. احنا مش عايزين استفتاء ولا عايزين مساله يبقى كل الانتخابات لسه ما جاتش وما شفناش اذا كان الجيش دخل او ما دخلش. وبالتالي انا بتكلم بالصيغه دي، انا بقول واحد خلي بالك ان هو لابد، مش بس الجيش على فكره، غير مسموح وفقا للدستور اللي تم اعتماده بالاغلبيه الكبيره اللي انت اشرت ليها اللي هي اغلبيه من الموافقين الذين شاركوا اللي هي 98%. وانت اعتبرت دستور قمعي. لا هاجي نيجي في النقطه دي، لان في نصوص قمعيه. ما هو نفس كلامي في 2012 على الدستور اللي كانت وافق عليه ايضا باغلبيه شعبيه وقتها في استفتاء 2012 دستور 2012، ان الموافقه لا تغير ان في نصوص قمعيه. انا مش هوافق ابدا على محاكمه المدينه العسكريه، مش هوافق ابدا على وضع استثنائي للمؤسسه العسكريه يخلي البرلمان ما يعرفش يشرع لها غير بخطوط حمراء من مجلس الدفاع الوطني، او يخلي فيه تحصين لمنصب وزير. يا اخي دي قناعاتي انا بدافع عنها وادعو الى تغييرها، تغيير النصوص الدستوريه بالاساليب المعروفه بالاساليب السلميه المعروفه. ارجع لسؤالك مره ثانيه عشان ما تقولش انت ما بتجاوبش. تفضيل رئيس مدني في الانتخابات الرئاسيه ضمانه، واحد عدم تدخل مؤسسات الدوله في الانتخابات الرئاسيه. بالمناسبه تدخل جهات اخرى مؤثره في صياغه وعي الناس زي الجهات الاعلاميه او شبكات المال والاعمال لابد كمان يكون تدخل علني، مش مره واحده الاقي صور كتيره هنا على كوبري وهناك على غير كوبري من غير ما اعرف مين مصدرها. الحاجات دي لازم تنظمها اللجنه العليا للانتخابات. ضمانات عدم تدخل المؤسسات، عدم تدخل شبكات المصالح لا اعلاميه ولا مال ولا غيره، يترك الامر لوعي الناس والتفضيلات، ولا في ضمانات لنزاهه الانتخابات. نفسنا كلنا نشوف منافسه حقيقيه. ويبقى السيد حمدين صباحي اعلن اليوم ترشحه في انتخابات الرئاسه القادمه، هل تعتبر حمدين صباحي منافس قوي للمشير السيسي في انتخابات الرئاسه؟ ليس لي ولا لاي حد غيري، لا باحث في العلوم السياسيه ولا مواطن مصري او مواطنه مصريه تتابع ما يحدث، ان يحكم الان على سباق لم يبدا ولم ينتهي تشكيل السباق. انت عايز رئيس مدني ممكن تأيد حمدين؟ لم ينتهي تشكيل السباق بصوره نهائيه الى الان. نحن امام مرشح اعلن هو السيد حمدين صباحي. توقع بشان المشير عبد الفتاح السيسي هو لم يعلن الى الان بالمناسبه، واعتقد لابد الا نستبق الاحداث وننتظر. انا بتكلم في الخطوط العريضه، ضمانات للنزاهه، ضمانات للتنافسيه، ضمانات للتعدديه، ضمانات لعدم تدخل مؤسسات لا مؤسسات دوله ولا مراكز. انت عاوز مرشح مدني عمرو ممكن تأيد حمدين صباحي؟ مره اخرى سؤال يا عمرو، مش هحكم على موقفي الشخصي غير لما يكتمل سياق المرشحين، تكتمل خريطه المرشحين ثم احدد اولوياتي. اللي انا عايز اقوله لك، انا مانيش واخد موقف
مقاطع تتوقع مين اللي ينزل؟ مين اللي انت مستنيه بعد انسحاب مثلا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ ما اعرفش، لا انا هنتظر، زي انا من حقي ان انا استنى كمان شويه، يعني انا لا في ايدي حاجه اقرا بيها الطالع ولا في ايدي حاجه تخليني اعرف اختيارات الناس المختلفين اللي هم ممكن بيفكروا في الترشح لرئاسه الجمهوريه. انا اللي انا اعرفه ان في خطوط مهم ان احنا ننبه ليها، ان في بجانب ذلك ملفات على الرئيس. انا مش عايز الحوار يبقى حوار، اصل الغلطه دي اتعملت في 2012 كان النقاش الطويل حوالين مرشح الرئاسه، وبعضهم بدا حملاته قبل حتى ما تيجي انتخابات البرلمان في 2011، كان النقاش تم شخصنته وفي الاخر وصلنا للي احنا وصلنا له. المره دي خلينا ننقل من الكلام عن اشخاص مع كل اللي تغير في الثقافه العامه للشعب المصري في الاختيار. دورنا بقى يا عم، دوري انا وانت واحنا قاعدين هنا دلوقتي، ان احنا ما نركزش بس على الاشخاص. انت سالتني موقفي من ترشح المشاع فتاح السيسي، قال لك عمرو حمزاوي بيفضل رئيس مبين، ده رايه. هل هو بيصارع على رضا الشعبيه؟ لا. هل هو ما بيعترفش يعني انت مع فكره معايير الشعب يرى احيانا كاريزما وشعبيه؟ طبعا مشروع، انا ما اقدرش امارس استعلاء على الشعب. انا بقول لك الضمانات اللي تقرب لي من حلم الديمقراطيه هي مسافه ثانيه واحده، هي شفافيه، هي نزاهه، هي منافسه، هي برنامج. في ملف اسمه اوضاع اقتصاديه واجتماعيه، في ملف اسمه انتهاكات حقوق انسان، ولجان تخصي حقائق لسه ما عملتش حاجه، في ملف اسمه معتقلين موجودين من الشباب ومن غيرهم، في ملفات كتير قوي لازم نفكر فيها، في ملف اسمه خطاب تشويه وتخوين لكل واحد بيقول راي التاني. احنا عايزين نفتح مساحه للممارسه السياسيه. نقطه مهمه بس اسمح لي ان انا اقولها بسرعه شديده، انا موقفي من دستور، من الوثيقه الدستوريه 2013 واضح. انا قلت انا بحترم كما احترمت في 2012 من شارك ومن ذهب وادلى بصوت بنعم لاسباب كثيره مختلفه، ده حق الناس، انا ما اقدرش امارس استعلاء عليهم. اللي انا بقوله يظل في هذه الوثيقه الدستوريه، تظل مجموعه من المواد ذات الطبيعه القناعيه، منها محاكمه المدنيه العسكريه، منها الوضعيه الصناعيه للمؤسسه العسكريه، منها غياب تصور واضح للعداله الانتقاليه. لان انا مش مع ده، احنا مش بعد 25 يناير وبعد كل اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا نخفي زي ما بيقولوا عندنا، نخفي على الخبر مجهول وما نتكلمش خالص. فانت هتحو انسان عندي اسئله تلغرافيه، لان فاضل لي 5 دقايق. لماذا ترفض اعلان الحكومه جماعه الاخوان منظمه ارهابيه؟ انا مره ثانيه، اولا برضو المساله هنا فيها لبس. انا لم اتعامل بمعنى الكتابه او بمعنى الراي الصريح مع هذا الامر، لكن خليني اقول لك انا بالكامل مع اخراج بمعنى قانوني منضبط من العمليه السياسيه كل من يثبت عليه التورط في الارهاب او العنف، وانا ادين هذا بصوره كامله، ومع حلول امنيه هنا بس ملتزمه بحقوق الانسان. بس انا ضد العقاب الجماعي، انا لم اتعرض لمساله جماعه الاخوان ولا الحكم الذي صدر من الحكومه، القرار الصادر من الحكومه المصريه. لابد ان يكون مثل هذا القرار من جهه قضائيه، من جهه قانونيه، هذا هو تفضيلي، ده اللي انا بفهمه عن سياده القانون وبفهمه عن استقلال السلطه القضائيه اللي انا بحترمها، ده اللي انا بفهمه. ودي برضو الخطوط الحمراء بالنسبه لي، ان ما يبقاش قرار تنفيذي، لا يجي من خلال عمليه قانونيه منضبطه. اثنين، ما فيش حاجه اسمها عقاب جماعي، اللي متورط وافقت على تصالح مع الاخوان ورفضت ذلك من قبل مع نظام مبارك. لم انا مره تاني، دي المقاله والدعوه اللي وجهتها في شهر 7 وشهر 8، وقلت ان هو لابد من التفكير بصوره واضحه. واحد، عداله انتقاليه، العداله الانتقاليه ما فيهاش مصالحه الاول، فيها محاسبه الاول. كل واحد اتورط في فساد ولا في انتهاكات حقوق انسان خلال الفتره الممتده من 1981 بدايه حكم الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الى اللحظه الحاليه، في فساد او في انتهاكات حقوق انسان او في تضييق على الحريات او في اي شيء يضر بالمصلحه العامه، يتم محاسبته بصوره قانونيه منضبطه. وانا مع القضاء الطبيعي، لا عمري ايدت قضاء ثوري ولا قضاء استثنائي. ولما تتم المحاسبه القانونيه والمكاشفه بعد كده نتحدث عن فتح المساحه السياسيه لمشاركه من لم يتورط في الارهاب. ارجو بقى كل واحد بيسمعني دلوقتي ما يرجعش بكره اقرا ولا بعد بكره اقرا مقالات يقول لك لا اصل ده ما ادانش الارهاب، لا ادينه بصوره كامله، لا ده دعا للمصالحه، لا ادعو للمصالحه مع من تورط في حمل سلاح ولا تهديد المصالح الوطنيه المصريه. فاضل لي سؤالين في دقيقتين. كيف ترى حاله الانقسام الان في داخل حركه التمرد؟ هناك من يؤيد المشير السيسي وهناك من يؤيد الاستاذ حمدين صباحي. طبيعي، هو الشارع المصري شارع به تفضيلات مختلفة، بالتأكيد هيكون فيه البعض معه والبعض ده مسألة طبيعية. أنا مش عارف الناس ليه عايزة دايما الرأي الواحد، خلينا نتجاوز ده، نسمع بعض شوية، ما فيهاش حاجة إن رأيي يتسمع، ما فيهاش حاجة إن أنت يكون لك رأي تاني، هحترمك واختلف معاك، سيبني أقول رأيي لغاية الآخر، سيبني أقول إن أنا عندي خطوط هي اللي بتفرق. وعشان يمكن تمرد هي لوحدة الشارع فتيجي تنقسم النهاردة، ده انطباع آخر. الطبيعي في السياسة هو الاختلاف. الاختلاف في اطار المصلحه الوطنيه، خلينا نثبت مصالحنا الوطنيه اللي هم الملفات، عندي ارهاب وعنف اواجهه، عندي عداله اقتصاديه، عداله اجتماعيه غايبه، تنميه اقتصاديه مستدامه غايبه، عندي ملف انت كحو انسان لازم نعمل. سؤال اخير، هل الدكتور محمد البرادعي انتحر سياسيا؟
اعتقد الاحكام الواسعه دايما بتبقى في النهايه احكام متعجله واحكام ربما غير صادقه. انا اختياري مع كامل الاحترام لاختيارات الجميع هو باستمرار البقاء في مصر. انا مانيش موجود هنا للايام الحلوه بس، ومانيش موجود هنا للايام هتخش الانتخابات اللي جايه برلمانيه. دوري السياسي مستمر. ناوي ترشح نفسك انتخابات برلمانيه؟ مش ناوي ابعد ابدا عن السياسه ولا عن الدفاع عن مبادئ. هعرف زي ما بقول لك لما تتضح الصوره. لسه في قوانين تطلع، لسه في النيه ايه؟ لا النيه هي الاستمرار موجودة. طبعا شكرا دكتور. ولن اغادر المسرح السياسي ابدا ان شاء الله. شكرا دكتور عمرو حمزاوي في حوارك في وضوح جميلا. دي حلقتنا مع دكتور عمرو حمزاوي. غدا حلقه اخرى، غدا حوار جميل مع فضيله الشيخ رمضان عبد المعز، وهيكون معانا المنشد الجميل مصطفى عاطف في حلقه خاصه. هنفتح تليفونات حلقه غدا عن الدعاء، لعل عسى ربنا يتقبل منا جميعا الدعاء. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.